بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 179. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الباب الأخير من أبواب الحدود. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، بخلاف الذي لم يسلم، فهذا يقال له كافر ولا يقال له مرتد. والردة في اللغة هي الرجوع، قال الله سبحانه وتعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فالرجوع إلى الوراء يسمى ارتدادا في اللغة، والمراد به هنا الرجوع عن الدين بعد الدخول فيه. قد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه، قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. والآيات في التحذير من الردة والوعيد عليها آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فالردة والعياذ بالله أمرها خطير جدا، ولها أحكام مغلظة في الدنيا والآخرة. ذلك أن المرتد عرف الحق ثم تركه بعد معرفته، فهو أشد إثما من الكافر الأصلي. ولذلك تحتم قتله حماية للدين وحماية للعقيدة، فإن العقيدة هي
إحدى الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها، وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. هذه الضروريات الخمس تجب المحافظة عليها، ولهذا رتب الله الحدود على من تهاون بها أو أفسدها. ولكن ينبغي ويجب أن نعرف متى يكون المسلم كافرا مرتدا عن دين الإسلام، لأن هذا باب يجهله كثير من الناس، خصوصا ممن يدعون العلم وهم لم يتمكنوا من العلم الراسخ. وما أوقع الخوارج فيما وقعوا فيه من البعد عن الله ومن الشذوذ عن المسلمين إلا أنهم أساءوا استعمال الردة، فأطلقوها على من لا يستحقها من المسلمين، واستحلوا دماءهم وأموالهم. ولذلك حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، مع كثرة عبادتهم وكثرة خوفهم من الله عز وجل، كثرة قراءتهم للقرآن، لكنهم لم يكونوا على فقه في دين الله عز وجل وبصيرة في الأحكام الشرعية، بل عندهم نزعة التشدد والفهم القاصر دون رجوع إلى أهل العلم ودون تفقه في دين الله عز وجل. فهم أخذوا بطرف من النصوص وتركوا أطرافا كثيرة، لم يأخذوا الشرع بجملته، وإنما أخذوا بعضه فقط، فأخذوا نصوص الوعيد ونصوص التكفير، ولم ينظروا إلى النصوص الأخرى التي فيها تفصيل لما أجمل وبيان لما أشكل. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في وصفهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. فالذي أوقعهم في الخروج على المسلمين هو أنهم استدلوا بنصوص لم يفهموها ولم يرجعوها إلى النصوص الأخرى التي تفسرها وتوضحها، ولم يرجعوا إلى أهل العلم والبصيرة ليبينوا لهم، وإنما استقلوا بفهمهم القاصر. وعلى غرار ذلك يأتي ناس ولا يزالون يأتون في مختلف العصور على هذا المنهج، منهج التكفير بغير حق بغير بصيرة، بل بدافع الغيرة على الدين والغيرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير بصيرة. وتارة يكون إنكار المنكر منكرا إذا كان على غير الطريقة الصحيحة وغير المنهاج الشرعي، فإنه يكون منكرا. ومن ذلك مسألة التكفير، فإنه لا يجوز لمسلم أن يتفوه به على أحد ممن ظاهرهم الإسلام إلا بأدلة صحيحة واضحة من كتاب الله، سنة رسول الله، ومن هدي السلف الصالح، ومنهج الراسخين في العلم. فلا ينبغي التسرع في التكفير وتطبيق التكفير على كل من صدرت منه مخالفة، فإن الخوارج أخذتهم الغيرة الشديدة على أن كفروا مرتكبي الكبائر
التي هي دون الشرك ودون الكفر، فكفروا من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك مما لا يصل إلى حد الكفر، ولذلك استباحوا دماء المسلمين مع العلم لأن الكبائر تنقسم إلى قسمين: كبائر مكفرة كالشرك بالله والكفر بالله واستباحة ما حرم الله مما أجمع على تحريمه كالزنا والخمر والسرقة، فمن استباح هذه الأمور وغيرها مما أجمع على تحريمه فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما من ارتكب المعصية الكبيرة وهو لم يستحلها بل يعتقد أنها محرمة ولكن غلبته شهوته وتزيين الشيطان له فوقع فيها فهذا لا يكفر، فالزاني الذي لم يستحل الزنا لا يكفر، آكل الربا الذي لم يستحل الربا هذا لا يكفر، وإنما يعد مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب تنقص إيمانه ويكون بها فاسقا ناقص الإيمان لا أنه كافر. فينبغي البصيرة في هذه الأمور، وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب الكبائر وإن لم يستحلها، وبين المرجئة الذين لا يكفرون بذنب ويقولون يكفي الإيمان بالقلب وأما الأعمال فإنها لا تدخل في الإيمان، وعندهم أن الإيمان لا ينقص بالمعاصي لأنه شيء واحد، هذا عند المرجئة، فهم على طرفي نقيض مع الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة ولله الحمد فهم توسطوا لأنهم وسط كما وصفهم الله: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأمة الإسلام وسط في أمم الكفر بين أمم الكفر، وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الضلال من الفرق الإسلامية، فهم وسط بين فرقة الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب أو يقولون هو بالمنزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر كما تقوله المعتزلة، وبين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وكلا المذهبين باطل، والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة جمعا بين نصوص الكتاب والسنة. فينبغي لشباب المسلمين خصوصا الذين قوي إيمانهم ومحبتهم لهذا الدين ولكن داخلتهم الغيرة الشديدة والجهل فصاروا يتكلمون بالتكفير من غير بصيرة ولا روية فيكونون على سنن الخوارج والمعتزلة، وإن لم يقصدوا هذا فعليهم أنهم يتوبون ويتعلمون، على المسلم أن يتعلم قبل أن يتكلم وأن لا يصدر الأحكام إلا عن بصيرة وروية، وأن يرجع إلى أهل العلم وأهل البصيرة ولا يتسرع في هذه الأمور. هذه مقدمة أحببنا أن نقدم بها لهذا الباب لأننا بحاجة إليها. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم شيخنا الكريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الذي يكفر بعد إسلامه. المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، كما ذكرنا أن من لم يدخل في الإسلام لا يقال له مرتد وإنما يقال له كافر أو كافر أصلي. نعم. وإنما المرتد هو الذي آمن ثم ارتد بعد إسلامه، سمي مرتدا لأنه رجع على عقبيه
كما قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالردة انقلاب ورجوع عن دين الله. نعم. قال: فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر. نواقض الإسلام كثيرة. نعم. جدا، وهي معروفة ومحررة، ذكرها العلماء رحمهم الله في كتب مستقلة، وذكروها ضمن كتب الفقه كما في هذا الكتاب. نعم. وفي كتب العقائد أيضا لأهمية هذا الباب، ولأنه ظل فيه كثير من الناس فاهتم به العلماء وحرروا الأشياء التي تقتضي الردة وبينوها بضوابطها، وهي كثيرة، لكن الذي ذكره المصنف هنا هو نموذج منها أو هو من أهمها. والعلماء رحمهم الله ذكروها وأطالوا فيها كما في الإقناع، كتاب الإقناع في الفقه، وكما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له، ذكر عشرة نواقض من نواقض الإسلام، وهي تزيد على المئين. نواقض الإسلام تزيد على المئين كما في الكشاف وغيره، ولكن المصنف ذكر منها هذه الأنواع. نعم. قال: فمن أشرك بالله. نعم، أعظم نواقض الإسلام الشرك بالله. فالمسلم، المسلم الموحد المؤمن، إذا أشرك بالله بأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بالأموات أو الجن أو الشياطين، فإن هذا يعتبر ردة عن دين الإسلام وناقضا من نواقض الإسلام، فيكفر بعد إسلامه إذا ارتكب شيئا من الشرك الأكبر، إذا ارتكب شيئا من الشرك الأكبر كما ذكرنا، كأن يدعو غير الله أو يستغيث بالأموات والغائبين والجن والشياطين، أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله كما عليه أصحاب القبور اليوم الذين يعتقدون في الأموات ويبنون على قبورهم ويطوفون بها ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويهتفون بأسمائهم، هذه ردة غليظة عن دين الإسلام، لأن الشرك يحبط العمل، كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا هو أعظم أنواع الردة، وهو الكفر وهو الشرك بالله عز وجل. نعم. أو جحد ربوبيته أو وحدانيته، هذا نوع آخر وهو الجحود، إذا جحد ربوبية الله عز وجل وأنكر ربوبية الله عز وجل كالشيوعيين والملاحدة وأصناف الذين يسمون بالماديين أو الحداثيين الذين يكفرون بالرب سبحانه وتعالى ويقولون لا إله إلا الطبيعة أو ما أشبه ذلك، فهذا كفر إلحاد، ومن كان مسلما ثم اعتقد هذا المعتقد فإنه يرتد عن دين الإسلام ويرتد على عقبيه ويكون كافرا بعد أن كان مسلما. فمن صحح هذا المذهب، مذهب الملحدين الذين ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى
وينسبون الأشياء إلى الطبيعة أو إلى المادة أو غير ذلك من ألفاظهم البذيئة، فإنه وإن كان يصوم ويصلي ويحج إذا اعتقد هذا المعتقد أو صححه فإنه يرتد عن دينه ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا أعماله. نعم. صلى الله عليكم. أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو أقر بربوبيته لكنه لا يعتقد أن وحداني الوحدانية، بل يقول معه أرباب آخرون، الله معه أرباب آخرون يدبرون الكون، فيشرك بالله في ربوبيته ويعتقد أن مع الله أربابا يدبرون الكون، كما يقوله غلاة الصوفية في الأقطاب الذين يدبرون الكون مع الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كفروا بربوبية الله عز وجل، نعم، وأنكروا وحدانيته. أو صفة من صفاته، أو جحد صفة من صفاته، كأن يجحد صفة الرحمة أو صفة الاستواء على العرش أو العلو على المخلوقات أو صفة الغضب لله عز وجل أو أي صفة ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا جحدها ونفاها فإنه يكفر. أما إذا تأول، إذا لم يجحدها وإنما تأولها وفسرها بغير تفسيرها، فهذا لا يكفر ولكنه يعتبر ضالا، يعتبر ضالا ومخطئا، لأنه اعتمد على تأويل فيعذر بالتأويل فلا يكفر، لكن يحكم عليه بأنه ضال ومخالف للحق. نعم. ثابكم الله. أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو اعتقد أن لله زوجة، الصاحبة هي الزوجة، أو اعتقد أن له ولدا، كما يعتقده المشركون والنصارى، فالمشركون يقولون الملائكة بنات الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله. فمن نسب لله الولد فإنه يرتد عن دين الإسلام، وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويعمل الأعمال. أو اعتقد أن لله زوجة، قال الله جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، والصاحبة هي الزوجة، قال تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أنى يكون له ولد أي من أين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وهي الزوجة، تعالى الله عن ذلك، لأن الله غني عن العالمين، فالذي له زوجة هذا محتاج إلى الزوجة، والذي له ولد هذا محتاج إلى الولد، وأيضا الولد جزء من الوالد، كما قال جل وعلا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، فالولد جزء من الوالد، فإذا اعتقد أن لله ولدا فقد اعتقد أن له جزءا مخلوقا جل الله عن ذلك وتعالى عن ذلك. وهذا معتقد النصارى وبعض مشركي العرب، فمن اعتقد هذا الاعتقاد فإنه كافر بالله عز وجل، حابط عمله حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو جحد بعض كتب الله عز وجل، الله جل وعلا أنزل الكتب، منها ما سماه لنا كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ومنها ما لم يسمه الله عز وجل، فنؤمن بالجميع، نؤمن بما سمي لنا بعينه ونؤمن بما لم يسمى لنا، وأن لله كتبا أنزلها على رسله لهداية الخلق والدلالة على الحق، فهي رحمة من الله عز وجل، فمن أنكر واحدا منها أنكر الجميع، من كفر بالقرآن فقد كفر بالتوراة وكفر بالإنجيل وكفر بجميع الكتب، ومن كفر بالزبور أو كفر بالإنجيل أو كفر بالتوراة، الكفر بكتاب واحد كالكفر بالجميع. نعم. أو رسله، أو جحد بعض رسله،
جحد بعض، لأن الواجب الإيمان بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، من سمى الله لنا ومن لم يسمي. والله سمى لنا في القرآن عددا منهم ولم يسمي البقية، قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والرسل كثيرون والأنبياء كثيرون غير من سمي لنا، فيجب علينا الإيمان بجميعهم، فمن كفر بواحد منهم كفر بالجميع. فالنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كافرون بالجميع، اليهود كفروا بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام فهم كافرون بالجميع، وإن ادعوا أنهم يؤمنون بنبيهم فإنهم كافرون بنبيهم الذي يدعون أنهم يؤمنون به. فاليهود كفروا بموسى مع أنهم يدعون الإيمان به، لأن الأنبياء كالحلقة الواحدة أولهم وآخرهم، فلا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من رسله. نعم صلى الله عليكم. أو سب الله أو رسوله، أو من نواقض الإسلام مسبة الله ورسوله، كالذي يتنقص الله عز وجل أو يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، تنقص الله بأن ينفي عنه أسماءه وصفاته أو يصفه باتخاذ الصاحبة أو باتخاذ الولد، أو أنه لم يعدل بين خلقه، أنه لم يعدل بين خلقه وأنه ظلم بعض الخلق وما أشبه ذلك، هذه مسبة لله عز وجل. ومن مسبة الله أن يسب الدهر، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. فمسبة الله أو تنقص الله جل وعلا ردة عن دين الإسلام، وكذلك مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذي يقول إنه بدائي أو إنه جاهل أو إنه كذا وكذا أو إنه يعني أو إنه ما عنده معرفة بالأمور أو ما أشبه ذلك مما يتفوه به بعض الجهال الآن الذين يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا 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 لم يطلع على بعض الأمور، وأنه ما عنده خبرة في بعض الأمور. فكل هؤلاء يكفرون بالله عز وجل ويكفرون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب الإيمان بالله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، تصديقه فيما أخبر، كما قال شيخ الإسلام معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالمبتدعة يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن معنى اتخاذهم البدعة أن الرسول لم يبين هذا الدين، وأنهم زادوا عليه شيئا لم يبينه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخنا الكريم. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.